صباح الخير. فقرة استشارة على الهواء اليوم موضوعها كتير بسيط لكن بهم كتير ناس. اليوم رح نحكي عن الوجبات الخفيفة أو السناكس. كتير ناس مرات بيحتاروا أول شيء هل هي بتنصح أو بتنحف، وإيش الاختيارات اللي لازم ناخدها. اليوم رح أحكي لكم شوي عنها، وكمان رح أجاوب على اتصالاتكم واستفساراتكم عن هذا الموضوع، هل السناكس بتنصح أو بتنحف، إمتى ناخدها وكيف ناخدها وقدي لازم ناخد منها. أهم شيء بالسناكس أو الوجبات الخفيفة إنه نحنا لازم ناخدها. نحن دائما بنقول انه نحن حتى نحافظ على صحتنا ونخفف وزننا ويكون عندنا موضوع الهضم والجهاز الهضمي كتير احسن، ضروري انه نوزع وجباتنا اكثر. عاده كاخصائيين تغذيه بننصح على الاقل بثلاث وجبات رئيسيه، اللي هي بتكون وجبتنا للفطور، وجبه الغداء، وجبه العشاء. لكن بعض الاحيان ممكن يكون في فرق كتير كبير بينهم، تقريبا الاربع ساعات او خمس ساعات. علشان هيك نحن بندخل وجبات صغيره بين هدول الوجبات لاكثر من سبب. واحد من اهم الاسباب اللي ضروري نحن ندخل فيه الوجبات الخفيفة بين الوجبات الرئيسية هو إنه نحن نحافظ على مستوى السكر بالجسم، وبنفس الوقت كمان نحافظ على نشاطنا خلال النهار. والأهم من هيك كمان إنه لما بناخد وجبات خفيفة بيساعدنا لما نحن نروح للوجبة الرئيسية إنه ما ناخد كمية كتير كبيرة من الأكل، يعني عم بيساعد بتخفيف الوزن وعم بيساعد بالسيطرة على نوعية وكمية الأكل. لكن الأهم هو نوعية الوجبات اللي نحن عم نختارها بين الوجبات وكيف بنقدر ناخدها. يعني مثلا إذا نحن بدنا نختار وجبات تكون دسمة وغنية كتير بالسعرات الحرارية، مش هو الاختيار الصح اللي نحن بناخده بين الوجبات. لازم تكون وجباتنا خفيفة وسعراتها الحرارية قليلة. إذا بدي أحكي عن السعرات الحرارية للسناكس أو الوجبات الخفيفة، ما لازم تتعدى 100 سعرة حرارية أو 150 سعرة حرارية. هلا علشان نكمل اكثر كمان عن السعرات الحراريه تبعت السناكس، رح ناخذ اول شيء الاتصال من حنان. صباح الخير حنان. صباح النور، كيف حالك؟ تمام، كيفك انت؟ الحمد لله. بتاخذي اكل بين الوجبات حنان اول شيء؟ باكل بس يعني خفيف، بس انا في عندي مشكله انه حتى لو ما باكل وزني بيزيد. حتى لو ما عم تاكلي ممكن اعمله؟ سوري، حتى لو ما عم تاكلي قلتي وزنك عم بيزيد صح؟ وزني بيزيد. اوكي، وسؤالك ايش مثلا احسن شيء ممكن اعمله اللي اثبت وزني او اني انزل من وزني؟ اوكي، ولا يهمك يا حنان، قد ايه وزنك هلا؟ 60. اوكي، هلا بنجاوبك. خلينا ناخذ ليلى كمان من الزرقاء وبعدين بنجاوب حنان. صباح الخير ليلى. يعطيك العافيه، اهلا فيكي. معلش والله انا عامله طريقه ريجيم وتنزيل وزن، بس الدكتور حدد لي الساعات، يعني لازم التزم بالساعه، فايش يعني تعبت اني التزم بالساعه؟ هلا رح اجاوبك عليها وما يهمك. اوكي، هلا اول شيء بالنسبه لحنان سالتني كيف بدها تنزل وزنها او تثبت وزنها مع انها ما عم تاخذ وجبه كتير كبيره. هلا طبعا نوعيه الوجبه كتير بتفرق حنان. كتير مرات ناس بيفكروا اذا انا ما عم باكل وعم بخلي بس وجبه واحده معناته هذا رح يساعدني اخفف وزني، وهذا خطا، لانه انت لما ما عم تاكلي بخلال النهار عم بتخلي عمليه الهضم والامتصاص وحرق السعرات عندك قليل، وبالتالي هذا بيخليكي اول شيء تاكلي اكثر على الوجبه، وبنفس الوقت بيخلي وزنك او جسمك ما يحرق، وبالتالي وزنك ما ينزل. الأصح أنه زي ما حكيت بالبداية أنه أنت تاكلي ثلاث وجبات وتاكلي وجبات خفيفة، ونوعية هاي الوجبات كتير مهمة وهلأ رح نحكي عنها أكتر كمان. خليكي معنا حنان. بالنسبة لليلى وقالت موضوع التوقيت، موضوع التوقيت كتير مهم ليلى، لكن مش ضروري يكون على الساعة بالضبط. نحن بنقول توقيت بشكل عام أنه مثلا ما نخلي بين الوجبة والتانية أكتر من 4 إلى 5 ساعات، لأنه زي ما قلنا أنه بيزيد الجوع أكتر، بتزيد الشهية أكتر، بيزيد إفراز هرمونات الشهية، وبالتالي بتصير السيطرة على الأكل أصعب، بالإضافة لأنه السكر ممكن أنه ينزل كتير إذا أنا بضلني وجب فترة طويلة بدون أكل، وهذا بيخلي الجوع يكون أكتر، وبنفس الوقت بيأثر على مستوى الحرق. الأفضل أنه أنت تحاولي توزعي وجباتك، يكون في عندك فطور ويكون عندك غدا ويكون عندك عشاء، وتخلي بينهم 2 إلى 3 ساعات، وآخر وجبة تكون قبل النوم ب2 إلى 3 ساعات، حتى أعطي جسمي وقت أنه يحرق السعرات الحرارية. أما موضوع أنه التوقيت بالضبط وقدي لازم أكل، هو كتير بفيد موضوع كمان الإنسولين وإفراز الإنسولين بالجسم، فأنا ضروري أحافظ على مستوى معين من الساعات، يعني مثلا يكون فطوري بشكل عام بين الساعة 8 والساعة 9، غداي بين الساعة 1 إلى الساعة 2، على العشاء بين الساعة مثلا 7 إلى الساعة 8، ويكون عندي سناكس بينهم بعد ب2 إلى 3 ساعات. لكن مش معناته أنه كل الناس رح تأكل بهذا التوقيت، في كتير ناس بتشتغل،
في كتير ناس أوقاتها ما بتسمح، لكن بنرجع بنقول إنه يكون في تقارب ويكون في توزيع معين للسعرات بهذا الأوقات. هلا رح ناخذ إنعام وبعدين رح نحكي عن نوعية الأكل اللي بدنا ناخده بالسناكس. صباح الخير إنعام. أهلا، صباح النور، كيفك؟ كيفك؟ تمام الحمد لله، كيفك أنت؟ الحمد لله. معطلة اليوم إنعام؟ عندي كلية معطلة. يلا ممتاز، خبريني شو سؤالك يا إنعام. سؤالي إنه أنا كتير يعني ما يعني موازنة بين الأكل، بين الخضرة وبين السناكس، بين الأكل وكل شيء، بس إنه وزني ثابت ما عم بنزل نهائياً. أوكي، بتلعبي رياضة إنعام؟ لا نهائيا، بس أوكي. انه بتعرفي انه موضوع الكليه وكذا انه بضلك ناجله طالعه ناجله طالعه، فانه هذا بعتبره انا رياضه. اوكي، هلا انا رح اجاوبك على هذا الموضوع إنعام، ولا يهمك. هلا طبعا اول شيء اذا بدنا نحكي عن الرياضه كثير كثير ضروريه لحرق الدهون، بس عشان ما نخلي نور تستنى كثير على الخط رح نجاوب نور وبعدين نجاوب إنعام. صباح الخير يا نور. شكلها راحت نور. اذا خلينا نجاوب إنعام. هلا إنعام، الرياضه اول شيء كثير ضروري. صح انه انت بالجامعه او بالكليه عم تتحركي وبتطلعي، هذا بعتبره نشاط يومي عم بيخلي جسمك نشيط، لكن عشان عمليه حرق الدهون ضروري انه نحن نلعب تمارين رياضيه، ممكن تكون زي الرقص اللي شفناه الصبح، ممكن تكون بالبيت اعمل نص ساعه زياده او امشي او اخصص اي جزء نوع رياضه انا بحبه زي نط الحبل اذا ما بقدر اروح على النادي الرياضي. هلا ليه الرياضه ضروريه؟ إنه نحن لحتى ننزل كيلو واحد بالأسبوع نحن بحاجة ننزل 1000 سعرة حرارية يوميا. هاي 1000 سعرة حرارية بالبداية كتير سهل إني أنا أخففها من أنواع أكل معينة، لكن بعد فترة الجسم بتعود بصير أصعب إني أنا أقيم 1000 سعرة حرارية كاملة من الأكل. فعشان هيك منقول إنه نحن منقيم 500 سعرة حرارية من أكل ومنقيم 500 سعرة حرارية عن طريق التمارين الرياضية، فهذا بيساعد جسمي إنه أول شيء يحرق سعرات حرارية أكتر وبيساعد بتخفيف الوزن، بالإضافة لأن الرياضة كمان بتنشط العضلات وهي جزء كتير بيحرق سعرات حرارية أكتر وبيعمل كمان شيبينج أكتر أو تشكيل للجسم أكتر. فأول شيء ركزي على الرياضة وكمان ركزي على نوعية الأكل. هلأ معنا كمان اتصال من منار. صباح الخير منار. صباح الخير، كيفك حبيبتي؟ تمام، كيفك؟ الحمد لله. اهلا فيكي. بدي اسالك اغلبك هلا بخصوص انه فتره الحمل هلا انا بالشهر الثاني، بخصوص انه الغذاء بالنسبه للطفل او بالنسبه للام كيف بده يكون يعني بالنسبه للاغذيه بشكل عام؟ ولا يهمك، هذا اول حمل منار؟ اول حمل. الف مبروك وبالسلام ان شاء الله. الله يبارك فيك حبيبي. هلا رح اجاوبك. هلا موضوع الحمل موضوع الحمل موضوع كتير مهم وكتير حساس، لكن كمان ما بدنا نحن كتير نضخمه ونحاول نطلع من القالب الطبيعي. يعني لما نحن بنحكي غذاء صحي انه نحن ناكل من كل مجموعات الاكل، الخضار والنشويات والبروتين والاجبان، هدول كليتهم وحتى الدهون والفواكه والخضار ضروريين يكونوا موجودين بكل نظام غذائي. اهم شيء منار انسي فكره انه انا بدي اكل عن اثنين، هاي المقولة أبدا مش صحيحة، لأنه موضوع الأكل عن اثنين مش صحيح. نحن بخلال فترة الحمل بحاجة فقط ل 500 سعرة حرارية، لكن نوعية أكلك منار هي اللي بدك تنتبهي لها، وكل الستات الحوامل هلا عم يحضرونا، حاولي تركزي على أنواع الأكل الصحية اللي ما فيها نسبة سكريات كتير أو دهون كتير، حاولي تاخدي أشياء فيها ألياف كتير، لأنه برضه منخاف من موضوع الإمساك بهاي الفترة. وأهم شيء انتبهي من كل إشي مش مطبوخ أو أنت مش متأكدة من سلامة الغذائية، لأنه الست الحامل بتكون حساسة كتير لأي تسمم غذائي وبتكون عرضة للإصابة أكتر، وموضوع الأدوية كمان بيكون أصعب لإلها علشان الجنين اللي ببطنها. هلا إذا بدي أرجع شوي بس أحكي عن السعرات الحرارية للسناك اللي هو موضوعنا اليوم للاستشارات الغذائية، كتير انتبهوا من الكمية. بعض الأشخاص بيقولوا لي إنه مثلا نحن بس أخذنا أكم من حبة تشيبس بين الوجبات، هلا هدول أكم من حبة تشيبس ممكن يكون فيهم أكثر من 400 سعرة حرارية، فهون أنا عم باخذ بوجبة صغيرة عم بنتوشة صغيرة بين الوجبات عم بكون أخذت سعرات حرارية كتير عالية قد تساوي حجم الهامبرجر أو وجبة رئيسية. فهاي السعرات حرارية أول شيء فيها دهون كتير، يعني رح تأثر أول شيء على أمراض القلب والكوليسترول، ممكن يكون فيها ملح كتير وكمان فيها سعرات حرارية كتير، وبالتالي رح تزيد الوزن بكمية كتير كبيرة. يعني مثلا هذا الباكيت عندي هون فيه 400 سعرة حرارية، حبة الشوكولات هاي فيها 300 سعرة حرارية وهاي فيها 200 سعرة حرارية، بينما مثلا هذا البشار كليته فيه فقط 150 سعرة حرارية. ف
فأنا لما بختار وجباتي بطريقة صحيحة بكون، أو الوجبات الخفيفة بكون أخذت إشي خفيف بين الوجبات وما رفعت السعرات الحرارية. إذا أنا جعبالي أخذ إشي من هاي الحلويات بنتبه كتير للكمية، ممكن إني أخذ نص القالب تبع الشوكولات، أو إذا بدي أخذ يوم جعبالي كتير تشيبس بحاول أخذ كمية كتير قليلة، مجرد 4 أو 5 حبات، ويكون جنبيها إشي صحي زي البشار أو الخضار، مثلا زي الفلفل الأخضر، الأصفر، الأحمر، الخيار، الخس، البندورة الصغيرة. هاي الاشياء عم تعطيني فيتامينات، عم تعطيني معادن، عم تعطيني الياف، عم تعطيني مي، وخاصة للاشخاص اللي ما بيشربوا مي كتير، وكمان السعرات الحرارية فيها كتير قليلة وبقدر اتسلى عليها بين الوجبات. فبالليل ونحن بنحضر مثلا نجم الاردن او عم نحضر اي شيء على التلفزيون بنقدر نتسلى بالبشار بدل التشيبس حتى نخفف من السعرات الحرارية. منار صباح الخير. صباح النور، كيفك رزان؟ تمام. منار انت بتنتوشي بين الوجبات ولا لا؟ اكيد. اوكي خبريني. بس انا مشكلتي اني ما عم بنصح. ما عم تنصحي يعني انت بدك تزيدي وزنك؟ انا حكيت معك قبل تقريبا 4 أشهر أو 5 أشهر، قلت لي انه العب رياضه، انا وزني هلا صار 46. اوكي. وما عم بنصح بالمره، يعني عم باكل وجبات يعني أوكي. بين الوجبات ومنظمه يعني وجباتي وباكل كل السناكس هاي وما عم بنصح. اوكي منار، وزنك طول عمره 46 او عمرك كنت اقل اكثر نحف بس بهاي الفتره؟ يعني كان يوصل 50 52 53 هيك يعني. اوكي. عمرك عملتي اي فحص طبي لتتاكدي انه ما عندك اي سبب طبي؟ عملت فحص الغدة الدرقية وفحص الدمي، دمي 13.2. ممتاز. ما عمره كان عندك ناقص بالحديد او بالزنك او بفيتامين دي او كالسيوم؟ انا كان ينزل عندي الحديد بس بوقت الحمل، بعدين يرجع طبيعي عادي. اوكي هلا رح اجاوبك منار ولا يهمك. طبعا موضوع زيادة الوزن أكيد هلأ منار كل اللي عم يحضرونا وبيقولوا لك كتير سهل، وبالعكس هو موضوع زيادة الوزن كتير أصعب من تخفيف الوزن، علشان كل ما إحنا أكلنا أكتر كل ما جسمنا زاد حرقه للامتصاص والهضم وتمثيل الطعام. لكن منار مرة تانية رح أرجع أقول لك نوعية الأكل وكميته كتير بتفرق. كتير الناس بيفكروا إنه إذا أنا أكلت هاي الأشياء اللي فيها سعرات حرارية كتير رح يساعدني إني أزيد وزني. بدي تركزيلي على نوعية الأكل، وفعلا حاولي تعملي منار جدول لمدة أسبوع يوميا، تحاولي تاكلي الفطور والغداء والعشاء، وتحاولي تدخلي وجبات كل ساعة أو ساعتين على شكل فواكه مجففة. بركز على الفواكه المجففة لأنها غنية بالسعرات وحجمها صغير، وبالتالي ما بتخليكي تشبع كتير بسرعة وبتساعدك إنك تاكلي كمية أكبر. حاولي هاي تكون وجبات صغيرة بين الوجبات، الفواكه المجففة، المكسرات زي اللوز والجوز، ممكن حتى تخلطيها مع الفواكه المجففة، ممكن تعملي ميلك شيك أو مخلوط الحليب وتحاولي تدخلي معه فواكه أكتر، تحاولي تحطي معه أفوكادو. أفوكادو من الخضار اللي احنا بنعتبرها تابعة لمجموعة الزيوت والدهون، غنية كتير بسعرات الحرارية لكنها سعرات حرارية مفيدة كتير، فبتقدر تضيفيها أكتر كمان بين الوجبات. حاولي تشربي حليب أكتر بين الوجبات، بيساعدك إنه تدخلي سعرات حرارية بطريقة صحية. حتى وجبات السلطة والشوربة برضو ضيفي لها مكسرات، ضيفي لها خبز محمص، ضيفي لها بعض الأجبان أو الجاج المشوي مثلا، بيعطيها قيمة غذائية أعلى وبتكوني برضو عم تاكلي خضار. حاولي فعلا تسجلي كل هاي الأشياء اللي عم تاكليها لمدة أسبوع وتشوفي هل فعلا في نقص أو في عدد ساعات معينة ما عم تتناول فيها الأكل بإمكانك تضيفيها، بالإضافة طبعا للفحوصات الطبية أنت عملتيها. لكن في موضوع السلياك أو موضوع حساسية الجلوتين رح نحكي عنه يوم الأربعاء، واليوم كمان رندا رح مستضيفة ناس رح يحكوا عن هذا الموضوع اللي هو ممكن يأثر على موضوع زيادة الوزن. هيك بتكون خلصت فقرتنا لاستشارة على الهواء، إن شاء الله تكونوا استفدتوا من المعلومات اللي قدمناها، ورح نكمل معكم بفقرات دنيا يا دنيا مع رندا ودانا.